هنعرف مع بعض طريقة علاج البشرة بماسك الدايموند، هنعرف مع بعض الخطوات هتبقى ازاي، وهبتدي معاكم حاجة حاجة. مبدئيا الدايموند فوائده للبشرة ان هو بيشيل خلايا الجلد الميتة اللي بتبقى على سطح البشرة، بيحفز انتاج الكولاجين، زائد انه يعني بيساعد ان البقع الداكنة اللي بتكون في البشرة بتتشال. في اوقات بيبقى في بقع داكنة بتكون موجودة هنا هنا، اوقات بتكون بقع داكنة اثار الحبوب، بيساعد ان كل ده طبعا يتشال من البشرة. بس هنبقى مع بعض هنشوف خطوة بخطوة، هنشرح لكم كل حاجة. اول حاجة احنا بنعملها بننظف البشرة كويس جدا، بنستخدم فيس ووش عادي، نبتدي نوزعه كويس على البشرة وبحركات دائرية. لو البشرة دهنية بنزود الكميات شوية، لو البشرة من انواع البشرات المختلطة اللي بيكون فيها التيزون بس هي الدهنية، بنزود في الاجزاء دي وبحركات دائرية كده. بنشغل معاها شوية بخار، بنعرض البشرة لشوية بخار في الأول، وبعد كده بنبتدي نشيل الفيس ووش اللي حطيناه، نتأكد ان احنا شلناه كويس. ودلوقتي هنستخدم البيلينج. البيلينج اللي هو المقشر بمكوناته اللي هي زي ما قلنا في البداية اللي هي بودرة الألماس. تمام، اول حاجة بنفرد طبقة بسيطة منه، بنستنى قد دقيقة أو نص دقيقة يبتدي بس يجف شوية، وبعدين بنبتدي نفركه بحركات دائرية، بيشيل كل الخلايا الجلد الميتة اللي بتبقى موجودة على سطح البشرة. هنستنى دقيقة ونشوف مع بعض. بعد ما استنينا دقيقة هنبتدي دلوقتي ان احنا نشيله. هنشيله بالطريقة دي، لو تلاحظوا معايا هتبتدي حاجات تطلع زي ما انتوا شايفين. كل اللي بيطلع ده، دي الطبقة الأولانية اللي بتكون في البشرة اللي خلاص استهلكت، او بمعنى اصح اللي هي تلفت من الاستخدام الخاطئ. طبعا ما بنشيلش مكياج كويس، خلايا بشره قديمه، دهون. كده خلاص خلصنا العمليه دي، ودلوقتي هنجيب سبونجه مبلوله ونبتدي نشيل بقى الاثار اللي باقيه معانا. نتأكد ان احنا شلنا كل حاجة كويس قوي. دلوقتي هنقفل البشرة، المسام المفتوحة في البشرة هنقفلها بالتونر، وهنحط السيرم. احنا بنفضل ان احنا نحط السيرم قبل الكريم، لان السيرم بيخترق 3 طبقات من البشرة، فبيحفز بيحفز البشرة اكتر ان هي تستقبل اي حاجة على سطح البشرة بعديها بنحطها. فهنحط السيرم، كمان السيرم من نفس اللاين اللي هو الدايموند اللي هو زي ما قلنا في البداية. نبتدي نفرده كويس على البشرة بحيث انه يوصل لكل الاماكن. من بعده بنحط الكريم، تمام، بكميات صغيرة. احنا مش لازم نستخدم كمية كبيرة عشان نحس ان هي هتبقى افكتيف اكتر على البشرة، لا، بنحط كميات صغيرة ودي بتبقى كفاية. وده هو الشكل النهائي بعد ما خلصنا الدايموند تريتمنت.